السلام عليكم. استكمالا للجزء اللي احنا بدأناه ديسنفكشن والانتيسيبتيك، هنكمل ان شاء الله النهارده بإذن الله. هنتكلم اول حاجه الهالوجينز، المركبات اللي احنا خدناها قبل كده في الكيمياء التحليليه، الكلورين والايودين. اول حاجه هناخدها الكلورين. الكلورين طبعا ده ليه افكاسي عاليه جدا ويستخدم من زمان في عمليات الديسنفكشن. طبعا هو مركبات موجوده، كلمه كلورين تعني الليكويد او الاليمنتال كلورين، ولكن هو بيحتوي على حاجات زي ايه، ميكشر من الهايبوكلوروس اسيد والهايبوكلوروس ايون والديوتيريوم ايه ايودين. المركبات دي بيتعرف في السوق او كاز بارت بير مليون او برسنتج اوف افيلابل كلورين في الكومباوند ده او في الايه في الحاجه دي. عندي الهايبوكلورايت. الهايبوكلورايت طبعا دي اقدم حاجه استخدمت كمركبات كلورين، طبعا دي شيب جدا وايه متوفره باستمرار. طبعا ليها رابيد كيلينج اجينست الميكرو اورجانيزم زي البكتيريا والفنجس الفيروسز. طبعا للاسف احنا المفروض نعقم الدرينكينج ووتر بتاعنا عن طريق الكلورين. البرسنتج اللي بنستخدم بيه الكلورين في تعقيم المياه الشرب لا يصلح لقتل بعض البروتوزوا اللي هي بنسميها كريبتو سبوريديوم بارفام. طبعا ده نوع من انواع البروتوزوا ووتر بورن، للاسف ما يحصلوش كيلينج عن طريق الكونسنتريشن اللي بنستخدمه في تعقيم عن طريق الكلورين، وده طبعا حاجه بتسبب لنا ايه داريا. طبعا الهاي ليفل من الكلورين بتعمل لي اراديكيشن اسيد فاست باسلاي والبكتيريا السبور. طبعا بعد كده الكلورين كومباوند ديت كومباتبل مع الانايونيك والكاتايونيك سيرفيس اكتيف ايجنت، وطبعا هي ان اكسبنسيف في اليوز بتاعها، بس مشكلتها ان هي كروسيف وبيحصل لها ان اكتيفيشن بالاورجانيك ماتر والاستابيليتي بتاعتها للاسف سيئه جدا. طبعا عندنا الهايبوكلوراس اسيد اللي هو اتش او سي ال، ده عبارة عن سترونج اوكسايزنج ايجنت وبوتنت انتي ميكروبيال اكتيفيتي، ولكن بتعتمد الاكتيفيتي بتاعته على مين؟ على البي اتش. عندي البي اتش بتاعت اللي بستخدمه في الهايبوكلوراس اسيد دايما تبقى اسيدك، لو رفعت بقت القلاين للاسف ما بيجيلوش اي افكاسي، وبرضه لو البي اتش بتاعتي نزلت عن 5 هيبدا ايه هيحصل له الاكتيفيتي بتاعته هتقل جدا والاستابيليتي برضه هتقل، لكن هو بيستخدم في اسيدك ايه ميديوم. لو انا جيت البي اتش بتاعتي ابتدت تنزل عن 5 ببدا اضيف صوديوم هيدروكسيد او اضيف بفر عشان يتحكم لي في عمليه البي اتش. لو انا ما حطيتش بفر عندي هلاقي للاسف الاستابيليتي بتاعته بتقل للغايه وبيبقى ايه ملوش اي افكت. طيب في عندي مركبات اللي هي اورجانيك كلورين كومباوندز زي الكلورامين وكلورامين تي، دي بتستخدم كديسانفكتنت وانتيسيبتيك. طبعا المركبات دي بنعقم بيها ايه الوتر. طبعا عندي مركبات تانية برضو هي ان كلورو درافتيزيشن بنسميها زي مثال اللي عندنا داي كلورو ايزو سيارونيك اسيد، طبعا ده موجود في تابلت فورم. طبعا ده فيري ستيبل وفيري اكتيف وهايلي اكتيف، وطبعا بيحميه من المويستشر. الشكل اللي هو التابلت فورم ده بيحميه من ايه؟ من الرطوبة. طبعا بيستخدم برضو في اسيدك كونديشن، ولازم تبقى اسيدك في غضون 5، اقل من 5 هيبقى ملوش اي افكاسي، وان احنا بنستخدم بفر. عندنا مثال تاني الكلوروين كومباوند اللي هو الكلوروفورم. الكلوروفورم ده كان يستخدم زمان ولكن للاسف وجدوا ليه كارسينوجينيك افكت حاليا، في اليوزز بتاعته قلت جدا جدا، والمشكله الاكبر انه بيحصل له ريدكشن في الكونسنتريشن بتاعه عن طريق الفولاتيلايزيشن، بيتبخر وبالتالي الكونسنتريشن بتاعه ايه بيقل. عندي بعد كده مركبات الهالوجين الايودين. الايودين ده مستخدم من زمان، كان طبعا بيستخدم في صوره اكوا سوليوشن متكون من الايودين والبوتاسيوم ايودايد والووتر، سميناه ليجول سوليوشن. بعد كده استبدلوا الميه بالكحوليك سوليوشن وسموه تنكشر ايودين او ايودين تنكشر، صبغه اليود اللي موجوده عندك في الصيدليات. طبعا الفرق بين الايودين والكلورين هنا ان الايودين ما بيعتمدش على التمبريتشر بي اتش زي الكلورين، ولكن هو بيكره الالكلاين بي اتش. يعني لو رحنا ناحيه الالكلاين بي اتش هنلاقيه ايه ملوش اي افكاسي. وطبعا الايودين احسن من الكلورين ان هو ما بيتاثرش بالاورجانيك ماتر، ولكن العيوب بتاعته ان هو بيعمل لي ايه تسمغات في السكن او تسمغات في السيرفس اللي هستخدم عليها. عشان كده بداوا يفكروا في مركبات اسمها ايودو فورز. كلمه فورز اللي هي جايه من كلمه فور اللي هي كارير او حامل او ناقل. طبعا المركبات دي زي بولي فينال بيرولدين، طبعا كل الفكره بتاعتها دي بتزود لي الاستابيليتي وبتزود لي الاكتيفيتي وبتعمل لي ايه بتقلل لي موضوع الستيننج او الاريتيشن للسكن، وبالتالي هي دي الموجوده اكتر. طبعا اموت ايه الايودين بتبقى موجوده على ايه يقول لك افاليبل ايودين عندي 7% او 10%. نيجي بعد كده الهيفي ميتالز. الهيفي ميتالز مركبات بتستخدم كديسنفكتن برضو.
زي الفينايل ميركريك سولت، واحنا قلناه من شويه في كبرزيرتيف في الايه، في بعض الاي دروبس والانجكشن، بس طبعا بيستخدم في لو كونسنتريشن. في عندي مركب منهم اسمه الثايومرثال، ده مركب بيستخدم كايه، كبرزيرتيف في كونتاكت لينس سوليوشن. طبعا للاسف المركبات دي كلها بيحصل لها ابزوربشن من الرابر، والرابر كلوجر هي الحاجات اللي بتقفل او الغطيان بتاعت المركب، الحاجات ديت الكونتينر والبلاستيك كونتينر. الهيدروجين بروكسيد ده حاجة تانية طبعا، ده نوع تاني من الديسنفكتنت الانتيسبتيك، بيستخدم من قديم الأزل بكونسنتريشن 3 ل 6%، بيبقى ايه ليه ديسنفكتنت افكت. لو انا عليت الكونسنتريشن خالص وصلت عند 25%، ممكن استخدمه ككيميكال استراليزيشن، بيعمل لي استراليزيشن. في عندي بعد كده حاجة اسمها بير اسيتيك اسيد، طبعا ليه بكتيريسايد والفانجيسايد والسبوريسايد، ولكن مشكلته ان هو كروسيف على الميتال وتوكسيك، وبيحصل له ان اكتيفيشن بالاورجانيك. بعد كده مركبات الفينول، الفينول العادي اللي احنا عارفينه، وفي منه بعض الحاجات زي التار اسيد بالفراكشنال ديستيليشن بيطلع لي فينول وكريزول وزيلينول. في عندي نان كول تار فينول اللي هو كلورو وزيلينول كلورو كريزول، المركبات دي ليها جود انتي بكتيريال اكتيفيتي. في عندي البيست فينول، ده عبارة عن تو فينول ركبناهم مع بعض عن طريق لينكج. طبعا المركبات دي ليها ايه، يعني انتي بكتيريال جود انتي بكتيريال، بس بنسميها بكتيروستاتيك عند يوز كونسنتريشن، وليها ليتل انتي سودومونال اكتيفيتي. في عندي مركب زي الهيكسا كلوروفين، وطبعا ده عشان هو هايلي توكسيك، محكوم للحاجات اللي هي في الميديكيتد سوب ولوشن كريم بكونسنتريشن قليل جدا جدا جدا، لان طبعا دي ايه توكسيستي عاليه. نيجي بعد كده سيرفيس اكتيف ايجنت، هلاقي فيه انايونيك ونان ايونيك وكاتايونيك. الانايونيك والنان ايونيك دول ليهم ليتل انتي ميكروبيال اكتيفيتي، وهنلاقيهم كتير موجودين في السوب والحاجات اللي هي الديترجنت ديت، ولكن مشكلته ان هو ايه، الحاجات دي بتاثر جدا جدا بالاورجانيك ماتر، وطبعا هي لوكاليزد على ايه، في التعقيم يعني في بري سيرجيكال هاند سكرابنج، يعني بيغسل بيها ايديه قبل التعقيم، وفي الميديكال انسترومنت ديسانفكشن والفلور ديسانفكشن في بعض الايه الهوسبيتال. وممكن استخدمه يعني كعامل مساعد مع بعض الانتي ميكروبيال ايجنت، ان هو يزود لي البرميابيلتي بتاعه المركبات دي عن طريق بيدود لي الانفولب حوالين ايه البكتيريا. عندي بعد كده الكاتايونيك سيرفيس، كاتايونيك سيرفيس اكتيف ايجنت، دي من مركبات مشهوره جدا زي الكوترن، بنسميها كوترن امونيوم كومباوند، ليها مثال مشهور جدا الستريميد والبنزار كونيوم كلورات، هتلاقيه بيرزيرفيتيف مشهور خالص خالص خالص. طبعا هي مركبات فيها كربون تشين من كربون 8 لكربون ايه 15. طبعا المركبات ديت ليها لو انتي ميكروبيال اكتيفيتي، وطبعا هي بتبقى بتستخدم في ايه، في الكلاين بي اتش او نيوترال بي اتش، طبعا في اسيدك بي اتش للاسف بتتكسر، ولو بيحصل انكومباتيبلتي مع النون ايونيك ايجنت طب بيكون لي مايسل، وبرضه بتتكسر او ما بيبقاش ليها اي افيكاسي في وجود الاورجانيك. طبعا الكوترن امونيوم كومباوند برضه ليها افيكاسي اجينست جرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، ولكن في جرام بوزيتيف اكتر من الجرام نيجاتيف. طبعا هي ليميتد انتي فانجل اكتيفيتي، ملهاش يعني انتي فانجل اكتيفيتي بتاعتها قليله جدا، وملهاش اي افيكاسي على مين سبور خالص. طبعا الحاجات دي كلها بتستخدم، يعني ممكن نستخدمها نعمل لها ابلكيشن لسكين والميوكوس ممبرين، هتشوفها كتير جدا في المضمضه. البنزين كوليوم كلورايد والستريمايد دول اشهر اتنين، ممكن نستخدمهم في البري سيرجري، ممكن نستخدمهم كاكواس او الكحوليك سوليوشن في الكريم، وممكن نستخدمهم في كديسنفكشن زي مين، زي الكلوروكسيدين اللي قلناه تبع مركبات البايجونيد. طبعا دي كل ما يتعلق بعمليه الديسنفكشن. المطلوب من سعادتك ان تعرف السبيكترم بتاع كل حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها ديت، وهتعرف يعني مقارنه بين الكلورين والايودين، الجلوترالدهايد والفورمالدهايد، يعني مش كلام كتير، ان شاء الله يعني يكون سهل عليكم باذن الله.